إذن مشاهدينا، حول ملفنا الاقتصادي لنشرة الرابعة ينضم إلينا من صلاح الدين الخبير بالشأن الاقتصادي الدكتور عمر أحمد محمد. أهلا بك دكتور عمر. دكتور عمر، إن كنت تسمعني جيدا، ما تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على الأوضاع الاقتصادية المحلية بعد إقرار الموازنة؟ تفضل. نعم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. طبعا انخفاض أسعار النفط العالمية تؤثر تأثيرا مباشرا خاصة على الموازنة العراقية، باعتبار أن الاقتصاد العراقي هو اقتصاد ريعي يعتمد بنسبة ما يقارب 90% على النفط وعلى مردودات النفط، وعلى الأساس راح يؤثر طبعا تأثير مباشر انخفاض أسعار النفط على الموازنة العراقية وعلى الإيرادات، وبالتالي خاصة أن الموازنة قد أقرت على ما يقارب 70% أو 70 دولار كسعر لبرميل النفط. فإذا ما انخفضت انخفض هذا السعر عن 70 راح يؤثر تأثير سلبي على الموازنة العراقية التي أعدت على أساس هذا السعر. طيب الدكتور عمر، أليس من البديهي على اللجان القائمة على تكوين مسودة مشروع قانون الموازنة أن تأخذ بالحسبان الانخفاض أو صعود الأسعار للبرميل الواحد؟ هو حقيقة يعني من التصريحات اللي سمعناها انه اخذت بالحسبان انخفاض او ارتفاع اسعار النفط، لكن مهما كان الاخذ بالحسبان انه ارتفاع او انخفاض اسعار النفط، الارتفاع طبعا يؤثر تاثير ايجابي، لكن احنا نتكلم على انخفاض اسعار النفط، لكن مهما يكون الاخذ بالحسبان يبقى التاثير سلبي بهذا الخصوص، باعتبار انه ما نقدر نحدد مستوى الانخفاض، لان احنا عادين الموازنه على اساس 70 دولار البرميل الواحد، فإذا كان الانخفاض انخفاض كبير ما ممكن السيطرة عليه. واحنا نعلم جيدا انه اسعار النفط على تماس مباشر وتثبت ارتباطا مباشرا بالسياسه وبالتقلبات السياسيه وبالاوضاع الاخرى وبالحروب وبمتعلقات اخرى كثيره، فلا نستطيع التنبؤ بما سيؤول اليه سعر البرميل في السنه القادمه او في نصف السنه او حتى بعد شهر اخر. يبقى انخفاض، يبقى الاعتماد، اعتماد الموازنة على النفط وعلى أسعار النفط هو موضوع سلبي يحتاج إلى معالجات كثيرة، يحتاج إلى معالجة أنه الاقتصاد يعتمد على مردودات أخرى غير النفط. طيب أي سبل ستكون متاحة لتعزيز الواردات غير النفطية؟ يعني ارتباط في حال غادرنا مفهوم الاعتماد على مصدر النفط فقط، ما السبل الأخرى المتاحة؟ طبعا هذا الشيء الاساسي وهذا الشيء المهم وهذا الشيء اللي المفروض يصير، انه احنا من خلال هاي الموازنه مالت السنه 23 اللي هي تعتبر موازنه كبيره جدا، نسبه مخصصه كبيره فيها الى الموازنه الاستثماريه، يجب ان تكون هنالك خطط للدوله العراقيه انه تخصص مبالغ من هذه الموازنه الاستثماريه الى تعزيز الوارده، الى تطوير منافذ تعزيز الموازنة اللي هي غير النفط كالقطاع الاقتصادي كالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، على الأقل أنه نكون مكتفين ذاتيا من ناحية القطاع الزراعي ونستطيع تطوير القطاع الصناعي من خلال هذه الموازنة. يتاح من خلال هذا الأمر على الموازنات القادمة أنه تنخفض نسبة اعتمادنا على النفط في الموازنات القادمة في حال طورنا هذه القطاعات. طيب دكتور عمر، وزارة التخطيط صرحت بأن العجز المعلن عنه في الموازنة هو عجز ورقي فقط، هل فعلا هو ورقي وممكن تداركه؟
بالوقت الحالي حسب ما اعلنت وزاره التخطيط انه العجز نعم هو ورقي وممكن تداركه، لكن احنا نبقى في نفس النقطه انه احنا ممكن نتدارك العجز بالوقت الحاضر على اعتبار انه اسعار النفط في الوقت الحاضر مرتفعه، لكن لا نعلم في قادم الايام انه احنا نقدر نتدارك هذا العجز لو ما نقدر نتدارك هذا العجز على اعتبار انه احنا لسنا على بينه من استمرار ارتفاع اسعار النفط او استمرارها على هذا المستوى من الارتفاع. إذن كيف ستكون خطوات المستقبلية للحكومة في حال حدوث انهيار بأسعار النفط؟ بصراحة هو الموضوع مو يعني أبدا مو سهل، راح يكون خاصة في الوقت الحالي في ظل هنالك عبء كبير على الموازنة من ناحية الموازنة التشغيلية، تصرف مبالغ هائلة على الموازنة التشغيلية كرواتب ومصروفات أخرى للدولة، راح يكون أكثر أعتقد أكثر ما راح يقع على كاهله هذا الموضوع هو موظفين الدولة العراقية أكثر من راح يتضرر في حالة أنه عجزت الدولة عن سد العجز إذا ما انخفضت أسعار النفط. طيب وإحنا لاحظنا هذا الموضوع سابقا أنه كانت أكثر من تضرر. نعم. دكتور عمر، بشأن سعر صرف الدولار، كيف يمكن أن تتعاون بقية المؤسسات الحكومية مع البنك المركزي لتقوية الضوابط وحزم الإصلاح المصرفية المطروحة؟ صراحة بالنسبة لموضوع صرف الدولار موضوع مهم جدا يتعلق بكيفية حفاظ الدولة العراقية على العملة والنقد الأجنبي داخل الدولة، وبالتالي تعزيز موقف الدينار العراقي. الحل الأسلم وما تقوم به الدولة العراقية حاليا من خطوات باتجاه المحافظة على الدولار والعملة وثبات العملة، عملة الدينار العراقي مقابل الدولار، هي إجراءات صحيحة، إجراءات سليمة، نأمل أنه تستمر هذه الإجراءات وإصلاحات أخرى، ونأمل أنه تكون معززة بضبط المنافذ والجمارك الحدودية وضبط الواردات من السلع الخارجية حتى نستطيع أنه نستخدم بالدولار ما نحتاج إليه فقط دون تسريب للعملة في أشياء غير ضرورية. طيب دكتور عمر، محافظ البنك المركزي يعني يقول أن بعض الفئات من التجار تقلل من كميات عرض الدولار لعدم استعدادهم للدخول الضوابط والمنصات الإلكترونية، طيب ما الثقل أو كيفية الثقل الذي يقع الآن على عاتق التجار؟ ما دورهم في ردم الفجوة بين الطلب على الدولار والتجارة الحقيقية؟ حاليا احنا اللي نشوفه حاليا على ارض الواقع انه صح الكثير من التجار يحاولون ضبط التداول او تقليل نسبة التداول بالنسبة للدولار حتى لو كانوا محتكمين عليه موجود عندهم حاليا، ولهذا نلاحظ انه في السوق ممكن انه نتعرض الى سعر صرف اعلى مما احنا نشوفه معلن بالدولة انه اللي على 1300، لكن ممكن انه نشوفه بالسوق اعلى من هذا المبلغ، لكن هذا امر ما راح يبقى لفتره طويله، راح يضطر التجار وانه الاحتكام الى نسبه التداول بما مقر من قبل الدوله، لكن مع استمرار اصرار واصلاح الدوله اللي تسري عليه بالوقت الحاضر باتجاه ضبط العمله وباتجاه ضبط تصدير العمله من العراق. طيب اذا دكتور عمر احمد محمد، خبير بالشان الاقتصادي من محافظه صلاح الدين.